الضابط وحي الأفكار يا صادق حلم المختار يا الضابط وحي الأفكار يا صادق حلم المختار أنت المنهل للضمان أنت المنهل صادق العطرة اقتبس أعظم درس من صاحب أفقه مدرسة جامعة تهذيب النفس أرست أسس كل علم عصري تدرسه لا عرب خصت لا فرس مثل الشمس ضيها الضريرة تحسسه لا عرب خصت لا فرس مثل الشمس ضيها الضريرة تحسسه كل المذاهب جامعة حوزة العلمية وهاي العلوم النافعة المسموعة مرئية المسموعة مرئية وبكل قطر متفرعة المدرسة الفكرية مرشدها منهج شرعة بفكرة العصرية مرشدها منهج شرعة فكرة العصرية قائد فكرنا العملاق يا واضع علم الأخلاق قائد فكرنا العملاق يا واضع علم الأخلاق أنت المنهل للظمآن أنت المنهل للظمآن أنت المنهل يا مهبط وحي الأفكار يا صادق علم المختار يا مهبط وحي الأفكار يا صادق علم المختار أنت المنهل للظمآن أنت المنهل أنت المنهل للظمآن نترك علوم المعرفة والفلسفة نوضح جوانب غامضة الدور السياسي وموقفه نستأنفه بالبينة نستعرضه على الظلم جفنا ما غفى لا مكتفى قوام الزيف وعارضه على الظلم جفنا ما غفى لا مكتفى قوام الزيف وعارضه المنصور حين شاهده يندد بأحكامه ضرس العنف وضايقه وواجهه بإجرامه والصادق بموقف شرف يرفض استسلامه بتصريح زلزل هالحكم والبغي حكامه بتصريح زلزل هالحكم والبغي وحكامه وانفضح حكم المنصور من ماريسة هذا الدور وانفضح حكم المنصور من ماريسة هذا الدور أنت المنهل للظمآن أنت ما شاء الله أنت المنهل للظمآن أنت يا مهبط وحي الأفكار يا صادق علم المختار هلا يا مهبط وحي الأفكار يا صادق أنت المنهل أنت المنهل للظمآن أنت ما شاء الله أنت المنهل للظمآن عصر الدولة الظالمة والغاشمة وتهمت بأشكال البدع رادت الدورة تحجمه وتكتمه من شاهدة فكرة تسع قررت كبدة تسممه بهالمظلمة مسالم الهدى
لهم لا خضع، مسالم لهم لا خضع. قررت جبهة تسممه بهالمظلمة، مسالم لهم لا خضع. والقالت بزار وحقد بس فقه من هاده، واليا سبب تشاسمته تعلمت فراده. لكن درت بحر العلم تجرفهم امواجه، ردوا يخمدون الفكر، ردوا يخمدون الفكر شعرة الوهاجة، ردوا يخمدون الفكر وشعلة الوهاجة. ما تنجرف هالأفكار يا الصادق انت الإعصار، ما تنجرف هالأفكار يا الصادق انت الإعصار. انت المنحل للظمآن، انت أنت المنحل للظمآن، أنت يا مهبط وحي الأفكار، هلا يا مهبط وحي الأفكار يا صادق علم المختار. أنت المنحل للظمآن، أنت مولاي، أنت المنحل للظمآن، أنت بعصر ظهر خط الدجل وشع الجهل وفن الدجل هاب حكمته، والبدع نشروها بحيل وبلا خجل، بتدعوها ضده وتهمته، والملة فرقوها ملل، والملة فرقوها ملل. وهذا العمل لصادق العترة نسبته، والملة فرقوها ملل، وهذا العمل لصادق العترة نسبته. مدرسة جمعت كل فكر، باب العلم بابه، والشافعي والحنبلي دول من طلابه، والمالكي والحنفي سجدوا على عتابه. وبغيبته هاي الملل صدرت أتعابه، وبغيبته هاي الملل صدرت أتعابه. والجعفرية بعرفان تفخر بهذا العنوان، والجعفرية بعرفان تفخر بهذا العنوان. أنت المنحل للظمآن، أنت أنت المنحل للظمآن، أنت المنحل للظمآن. ويا مهبط وحي الأفكار يا صادق علم المختار، هلا يا مهبط وحي الأفكار ما شاء الله. أنت المنحل للظمآن، أنت أهل الأفكار الحاقدة طول المدى بها الحقد ظلم الغمر، وحتى الضماير فاقدة ومتجردة، يلعنوها حين تنذكر قبره لو انت شاهده. بين العدا بالصخره اصبح القبر، قبره لو انت شاهده. بين العدا بالصخره اصبح القبر، اربعه ايمه بهالوضع بالحقد حاطتها، مظلومة ظلت كل عصر وتبتشي حالتها. والشيعة حين تعتني تقصد أئمتها، لكن الزمرة الحاقدة وحشية منعتها، لا
لكن الزمرة الحاقدة وحشية من عتها يا معتقدنا الجبار قبرك بقلب الأنصار يا معتقدنا الجبار قبرك بقلب الأنصار أنت المنهل للضمآن ما شاء الله أنت المنهل للظمآن أنت يا مهبط يا مهبط وحي الأفكار يا صادق علم المختار يا مهبط وحي الأفكار يا صادق علم المختار أنت المنهل للظمآن أنت المنهل للظمآن أنت المنهل للظمآن أنت